خرج الإمام علي عليه السلام من البيت، علق ثوبه بالباب، وصاحت الطيور أمامه، فقال عليه السلام: صوائح تتبعها نوائح. بدأ يوقظ النائمين للصلاة. أقام الإمام علي صلاة الجماعة في المسجد، والفجر الحزين لا يريد أن يشهد تلك الجناية. ولما سجد الأمير عليه السلام باشره ابن ملجم غدرا بضربة على هامته الشريفة بسيف مسموم، ففجع الكون بتلك المصيبة، وأريعت ليالي شهر رمضان بمصرع الإمام علي عليه السلام.